كما كتعرفوا ان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة هو مقبل على كأس إفريقيا اللي غتكون ان شاء الله في العيون. يمكن لي نقول اننا احنا الان دخلنا في العد العكسي، لان كتفصلنا غير شهور على هذه المنافسة القارية الكبيرة، ولذلك احنا برمجنا بعض المباريات ودية على المستوى العالي، وعندنا جوج مباريات دولية مع المنتخب البلجيكي في أبريل المقبل. فلذلك هذا التربص هذا دخلنا ودنا استدعينا عناصر من البطولة الوطنية وكذلك محترفين باش نوقفوا على واحد اللائحة نهائية اللي غتلعب هذوك جوج مباريات دوليين مع منتخب ذو قيمة في الساحة الكروية ألا وهو المنتخب البلجيكي. وهذيك المباراتين هما تيدخلوا في لوائح الفيفا، يعني تواريخ معترف بها اللي كتخولك باش تاخذ نقاط، لان هذا هو النقص ديالنا حنا في التنقيط في التصنيف ديال الفيفا. مهم هذاك التنقيط باش يساعدنا باش نكون يعني نتصنفوا مزيان ونطيحوا في واحد القرعه اللي تكون رحيمه بينا في الى سهل ربي وتاهلنا لكاس العالم. فالحمد لله يعني كنت كنخدم بواحد المجموعه هذه يعني تقريبا واحد السنه ونصف وانا خدام بهذيك المجموعه، وهي اللي لعبات المباريات الدوليه السابقه والدوريات اللي كانوا مهمين. اليوم زدت تقريبا 7 ديال العناصر من البطوله الوطنيه، وهذا شرف للاعب المحلي، والحمد لله اللي كيتضح ان هناك انسجام كبير وما كاينش فرق ما بين اللاعبين المحليين ولا اللاعبين المحترفين. وحنا هنايا يعني الدراري عارفين ان هناك نزاهه وشفافيه، وفي الاخر غادي نشوفوا اللاعب اللي غيعطي الاضافه لهذا المنتخب، لان الرهان كبير. عندنا تاهيل كاس العالم الى سهل ربي المره الثالثه على التوالي، عندنا خصنا نلعبوا على اللقب ديالنا، نحاولوا ما امكن اننا نحافظوا عليه، خصوصا اننا عندنا عامل الارض والجمهور، يعني بزاف ديال 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 الاستحقاقات وبزاف ديال الرهانات تبعنا. فلذلك المنافسه على اشدها ما بين اللاعبين، ولكن الحمد لله راهم كل خوت ومنسجمين، ومع ذلك تيبقى الباب مفتوح للاعبين الاخرين اللي ما كاينينش هنا. انا باقي كنتبع البطوله يعني تنقل في جميع المدن المغربيه فيما كاين البطوله، وحتى اللاعب اللي تيلعب خارج ارض الوطن حتى هو المجال مفتوح ليه. وان شاء الله نتمنوا اننا نوقفوا على اجود العناصر وما نظلموا حتى شي لاعب ان شاء الله. بجوجهم غيتلعبوا في المغرب، غادي يلعبوا في المغرب، غادي يلعبوهم في مدينه تطوان. كنت نتمنى اننا مادام التربص تيدار في قنيطره نلعب في قنيطره، ولكن للاسف يعني القاعات ما كتستجبش المعايير، لان هذه سيت اون دات فيفا، ولا فيفا هي اللي تتكونترولي، كتصيفط لي نورم ديال القاعه والتصاور ديالها والمرافق ديالها. وكاين تخوف اننا المنتخب البلجيكي وافق لنا على هذا الهدف، يعني خاص تكون واحد المعايير دوليه اللي هذا. وبالمناسبه نتمنى ان القاعات ديال قنيطره حتى هي تبقى تستجب لهذه المواصفات. وانتم كتشوفوا يعني كنتربص العام كامل هنايا، وهذا كله تيدل على الانتماء ديالنا لهذه المدينه الكبيره والغاليه علينا، وكذلك ان التركيبه ديال المنتخب الوطني لا من الطاقم ولا من اللاعبين، فاغلبها من هذه المدينه. والمباراتين غادي تكون في شهر يعني 8 في شهر 4 والمباراه الثانيه في 10، لان اغلبيه ديال الفرق تنحاولوا نستغلوا ديك الدات فيفا وتنديروا جوج مباريات، وان شاء الله نتمنى اننا نكسبوا فيها بعض النقاط في التصنيف ديالنا. فاولا التنافسيه، ثانيا انك تتلعب مع فرق عاليه وتتعرف يعني مكامن القوه ومكامن الضعف، الاحتكاك مع مدارس اسيويه واوروبيه، هذاك الدوري الصيني مشهور. والربح الكبير هو اننا الان صيفطوا لنا الدعوه باش نجيو المره الثانيه، وتمت الموافقه غادي يكون الدوري في شهر 10. شحال هذه انا كما كنقول لك اننا كنحاولوا نقلبوا على مباريات دوليه
ويعني بواحد تنوجدوا واحد الصعوبه نظرا يعني الشهره ديالنا اللي مازال ما كبيراش على الصعيد الدولي، وهي ان المغرب مشهور على الصعيد القاري، ولكن دوليا باقي كنبحثوا على المكان ديالنا. والحمد لله ان الصين دوري معروف ودولي ومعترف به على الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي، كيستدعيونا للمره الثانيه، فهذا اعتراف انهم بغاو يعني حبوا المستوى ديالنا، وان شاء الله هذه المره نحاولوا نلعبوا عاوتاني المراكز الاولى. فهذه المره يعني خديت واحد البرنامج، حاولت كان لا ما كنفكرش يعني ما تنشتغل على المستوى الدولي، يعني كما كنشرحوا للدراري وانت جيتي لقيتي دي سيونس فيديو، تنخدموا على لو نيفو، يعني بغينا نكونوا واجدين على مستوى عالي. وكنت قلتها في 2016 فاش لعبنا لا كوب دافريك، قلت اننا احنا الحمد لله خدينا هذا اللقب، لكن الى سهل ربي فات السنوات وتحط البرنامج والجامعه ساعدتنا في التطبيق ديالو، فغادي نحاولوا نشتغلوا على المستوى الدولي. والحمد لله هذا البرنامج تحقق، وكانت يعني موافقه ديال السيد الرئيس فوزي القجاع، وكيف تشوفوا انه لي ستاج بانتظام، وهو اللي غيدينا اننا غتكون عندنا واحد التركيبه واحد اللائحه ديال اللاعبين اللي قويين، اللي ان شاء الله عندنا الثقه فيهم كامله باش يلعبوا على اللقب. غير ملي تنقولوا راه غنلعبوا على اللقب باش ما نموهوش الجمهور ونبقاو نقولوا راه حنا متخوفين، كنقولوا راه حنا غنلعبوا على اللقب، ولكن ما تنقولوش راه حنا غنديو اللقب، لان ما كاينش شي مدرب الا قال لك انا غندي اللقب فعرفوا انه ماشي مدرب، لان الكره هذه كاين عنصر المفاجاه، كاين بزاف الحوايج اللي يمكن توقع، ولكن اللي يمكن لي ناكد للجمهور المغربي ان المنتخب داخل باش يلعب على اللقب. المره اللي فاتت دخلنا باش نتاهلوا لكاس العالم وجاب الله التيسير في اللقب، اليوم نحن مطالبين باللعبوا على كاس افريقيا، وان شاء الله غنديروا كل ما في وسعنا، وكما شرحت لي اننا تنبحثوا على اجود العناصر باش تكون التركيبه مثاليه باذن الله. فصراحة فرحانين بزاف، مدينة العيون العزيزة علينا. قليل اللي تيعرف ان الفوتسال متواجد بكثرة في مدينة العيون، عندهم بطولة جهوية اللي كتضم اكثر من 30 فريق، عندهم جوج فريق اللي تيلعبوا، جوج فرق اللي تيلعبوا في البطولة الوطنية. شخصيا انا اثرت بزاف ديال المدربين من تلك المنطقة، وحنا في يعني في اطار اننا نشر هذه اللعبه، احنا غنلعبوا الماتش ديال بلجيكا في تطوان، تنتربصوا في 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 قنيطره، درنا مباريات في اكادير، وجا الدور على المدينه ديالنا العيون، وان شاء الله تكون فالخير علينا باش نهزوا ديك لاكوب في مدينه العيون ان شاء الله. الفيفا هذه السنه هذه كتوجد واحد المانيوال، يعني واحد الكتاب اللي فيه مستجدات جديده ديال الفوتسال، لان هذا الشيء غادي يتطور. فالفيفا حابسه هذه السنه هذه على الدورات التكوينيه، ولكن احنا في تواصل معها، كل واحد تيعطي التقنيات الاخيره، تيعطي دروس. انا الحمد لله صفت لهم البرنامج ديالنا اللي ديال المستوى الثالث واشروا عليه، وكاع يعني صيفطوا لنا تهنئه بداك لو كونتوني اللي كان فيه. الخبراء كلهم تيبحثوا باش يخرجوا واحد الكتاب جديد اللي فيه اخر المستجدات اللي تتكلم على المسائل الهجوميه والدفاعيه والترانزيسيون والضربات الثابته الى اخره، وغادي يتعمم في العالم. وهذاك لو مانيوال يعني هو اللي غنتبعوه باش نبقاو نديروا به الدورة التكوينيه. وعاد حنايا مضينا عقود جديده مع الفيفا الحمد لله، وهذا شرف لنا اننا احنا تقريبا 20 خبير اللي مكلف عالميا اللي مكلف بهذه اللعبه، وكنتمنى ان الباب يتفتح لجميع المدربين المغاربه ان شاء الله باش حتى هما يدخلوا لهذا الميدان هذا. وانا حطيت بعض الاسماء اقترحتهم الاتحاد الافريقي لاكاف، وتنتسنى انهم هما يعني الكره عندهم
ووافقوا عليهم، ولكن باش لو بلان داكسيون خاص لا فيفا تصيفط لهم واحد لو بيدجي باش يوليو دورات تكوينيه على الصعيد الافريقي، وان شاء الله ما نكشفش على الاسماء حتى تكون شي حاجه اوفيسيال، ونكونوا يعني سبب في نفتحوا مستقبل ديال بعض المدربين هنا في المغرب. بالنسبه لنادي قنيطري تنظن ان الحظوظ ديالو كبيره كبيره بزاف، يعني صراحه انا مرتاح بواحد الشكل كبير لانه باقي في لاكورس، ملي تكون باقي دورات 8 وانت باقي في المقدمه مع الثلاثه ولا الاربعه الاولين، الدوزيام ديفيزيون ما فيهاش زعما تتهرب بواحد ليكار كبير. الماتش واحد انتصر نادي قنيطري جوج مباريات وتخسروا اللي قدامه جوج مباريات، تتولي تتقلب الامور كلها راسا على عقب. فانا تنظن انهم خصهم يبقوا متفائلين. المباراه الاخيره اللي كانت فيها الهزيمه بينت انه النادي القنيطري الحضور الجماهيري يعني ولا شرط اساسي، نقولها انه ما تيقدوش يلعبوا بلا 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 الجمهور ديال نادي قنيطري. فان شاء الله نطلب من الجمهور انهم يبقاو مساندين. كون كان نادي قنيطري بعيد بواحد 15 نقطه ولا 16 نقطه نقدروا نقولوا انه راه الصعود مشى، ولكن انا متاكد انه نادي قنيطري طيب قشات حتى الدورات الاخيره، خصوصا ان الفريق في مستوى جيد صراحه. ونتمنى ان المسائل يعني الاكسترا سبورتيف يعني الاداريه اللي فيها اللي خلقه بعض المشاكل، نتمنى انها تحل في اسرع وقت ممكن، لان لا ضيعنا هذه الفرصه ديال هاد خصوصا هذه السنه، فغلقوا صعوبات كبيره في المستقبل باش يصعد الفريق للقسم الاول. يمكن لك توصف كل شيء الا الفرحه ديال بنادم. الحمد لله يعني صراحه تكريم، خصوصا هذه النسخه الرابعه كانت واحد الشكل كبير، وداك التفاعل ديال الجمهور. وتنشكركم انكم متبعينا، وصعب جدا انك تاخذ شي جائزه بكره القدم داخل القاعه، تاخذها بواحد لا سيكسيون رياضيه اللي كتكون لتحت في الهرم ديال الرياضات، ولكن بهذيك الرياضه البسيطه حنا رديناها الحمد لله رياضه عالميه. كون على يقين ان داك التشريف وداك التكليف تيبقى تاج فوق راسنا وحاطه في الدار، وولدي تيجري به فرحان به، والام ديالي، وهذاك كنعطيه واحد القيمه اكثر من تشريفات اخرين اللي تي راك متبع، راك صحفي ومتبع وتنجي، لانني فريمون ملي كتجي من البلاصه اللي انت ساكن فيها والمدينه الناس اللي تيحبوك صراحه تتكون عندها واحد الطابع وواحد الطعم كبير بزاف.